Barcelona Ràdio, la ràdio de la interculturalitat i la diversitat. Tu ràdio. Jo us ha de fer l'idea de l'Ohit Sniton, aïti men idea de l'Ima que t'sentuix l'Ik, t'sentat m'ana Barcelona Ràdio, ràdio l'Ika t'sentat l'Ik, ràdio d'iel t'enua t'acafi men qalb Catalunya, roh al mutawassit. Barcelona Ràdio. Barcelona Ràdio. فمزير في نور فمزير في نور فمزير في نور تمزير في مزير فينو اللي ذقولينو اللي ذكتاسنو ما خليك تحلي ذات مزير فينو ما خليك تجي ذات مزير فينو إذن إتما سويت ما يمسح سنة عيزن برشلونة الراديو إجن نهاندن إجن تحد من ذنقان غمارا انتي الشاور كما العادة قنا عن تحدي سويت مثنغ الفضاء النسوي ور دمغار انت تغديدها على أمواج برشلونة الراديو نترحب الزميلة النغ فكريا بن هدي برشلونة قرص مساء الخير فكريا مساء الخير أفيد مخد جيد مليح الحمد لله الحمد لله مخن ترحب زكي دنب جيوثين سينهارا زكي دندين الحسيمة حنان يتنتمن غا الجمعية الوطنية اللي حملت شواهد المعطرين نقرس مساء الخير كذلك وش مثلا حنان غا دندين الحسيمة مساء الخير فكريا النغ تجي خشمك دنب جيوثين مقاغم حصة موفقة شكرا حنان السلام عليكم مساء الخير نرحب زي من دي برشلونة راديو نقام مساء الخير المستمعين ومستمعات النور دي الحلقة النور نهار واحد دي أبريل واحد دي سنابع مش نور بدا البرنامج جرى نورشين مغارين ولكن أتمنى أن أي واحد زمع كنا دي شارك نقارة رايت مغارين زمع نتصل مكينا وتشارك مكينا دي بلاتفورما نسكاب زمان درغان غانا باطل غراتيس انا نشارش نوار خلق الحلقة نهارا اني نشين غانا شرف نستطيب ايزن نتمغاط ايزن نتمغاط سين دي الحسيمة حنان الفقيري تاس الدماء الجمعية الوطنية لحاملين شهادات معطلين للمغرب طبيعة الحال اني كذلك الجمعية نفس دي جمزرو دي موفيمينتو دي الحركة 20 فبراير حنان نسيرخا شكرا ومي قبرز غنط نجود غا برشلونة الراديو السلام عليكم نسكي البادي نغنان شكرا إذا عن برشلونة دي شرفة منيش السيد غوارينو سيسمينو يمكن اسم مجموعة المعطلة فقمت كلمة الجمعية الوطنية لحاملي شهادة المعطلين في المغرب فورة التنسيق الإقليمي الحسيمة خلينا شكرا مرة ثانية العفو
احنا ملائجين تقديم الجمعية الوطنية للحاملين شهادة المعطلين ما نخصص نتنسهم امارة مغارين امارة يودانا نادستان برشلونة الراديو من تانا الجمعية الوطنية لحاملين شهادة المعطلين من زمان سنين يا خالد. المهم الجمعية الوطنية هذه الجمعية تؤسس في 1991 ذي الجمعية يجعل طلب في الخدمة زائد ذي الحق التنظيم أمخ سنم الجمعية النغ ذي 91 للأسف الشديد ذي دولة القانون دولة الحق والقانون الانتقال الديمقراطي يعني لحد الساعة غانوشي وفي الإيداع بمعنى الجمعية النغ ماشي قانونية لأن السلطة ذوقية وصل إيداع لمغا الله أعلم مع العلم أن مرات تتخذب مثلا الخدمة في النار يمكن تصيف الاختصاص الجمعية الوطنية قل من فعل عنا أول حاجة في نظر المطالب النقابية ولكن غنغ مطالب ديمقراطية غنغ الموقف ذكي قانون المالية غنغ مهم شنين تعتبر يخلوغ الامتداد للحركة الاحتجاجية قل من تقنمي هنجا ما يميج شيء الفرن الجمعية الوطنية أول مهم ما يغاص هو طير يوزن يعني ميجز طغن زائد مثلا المشاركة للاحتجاجات زائد مهم الصوت المقهورين قل من منطقة مانيجة والهدف الجمعية أم من الكنر زائد تأكدوا أن الجمعية النغة ثلاثة شهداء اللي هما نجية أدية في المعطلة إرقت جي فراء إسران مهم الموز خفص ونمخزن أول حاجة غنم معطل الاثنين هو مصطفى الحمزاوي شهيد فرع خنيفرة رازم تمني آخر شهيد وليس آخرهم الحساني كمال شهيد موقع ذي وعيش يمكن تحاول أضوضها على الفكرة أكيد تشمر الوقت حواجه مش نخصص تعبار خرائي من ميكو إذن حسني تغربخت يعني نعرف أن جمعية وطنية ولكن غير قانونية يعني غير مخصصة في مخزن يعني إيموشن نسمة المكاتب النجد في من المهد في أي سنبين جمعية وغاسبو ترخيص إيه لا مش مرمي الثورة غير من ناحية طريقين بالقوانين قاضي أنا نشني ماشي جمعية قانونية الخطأ ماشي زينا نشني الخطأ نشني قاع الشروط ميزي الطحن تأسيس الجمعيات قانون الحرية العامة تأسيس الجمعيات نشني نضبط غنغ مكاتب غنغ أجهزة غنغ مؤتمر غنغ مجالس وطنية غنغ فورع غنغ جمعة عامة قار النموي من ناحية يعني الإجراءاتية نشني نستوفى الشروط كاملة هني المسألة المخزن يجنوا شي شي فورقني اما الشرعيه ولله الحمد ذي 91 قاعه الشرعيه نظامتنا ذي المكتسبات اكيد نعلى الشرعيه باشواط ني تقريبا المشكله نسن فورق فني نوصل الايداع اجل غاص لا يهمنا الامر يعني ممكن نجم تصرف يعني ويحري من طرف الدولة نوات الشارع تعترف سجن نضال من طلاب من بعد ما كمر انتغال انسان أجل نجن حق انسان هو دخل مس أجل نزيس نطالبون وإنما اجن تصرف تاس سوفي في الإدارة تذر قدر انسان أكيد نشني جي الجمعية الوطنية كورس 26 أكتوبر تلك معركة خاصة الشق التنظيمي اللي هو المطلبة في الاعتراف في الجمعية الوطنية ذي 91 إلى حدود قام إلى حدود العنا كل شان 10-26 أكتوبر ننتقل المعركة الاعتراف القانوني في الجمعية آخر معركة جات العام نيعبان 26 أكتوبر 11 يزاد المجلس الوطني أنا غادي ندخل لكم دواوي غينا من أمي تقيمة ذوال ولكن إلى حدود الساعة تسجل يعني تاريخ التعامل اللاقانوني التعصفية للجمعية مزيد من الشق التعصف أما على مستوى الميدان نشني تسجل يعني ما راني غندغى نظرتين الشهداء أتسمى من يقعن أما تسمى المعطوبين بالعائلات المستديمة الحالات الإجهاضي غانا يتوقعن لو أمو بشكل يومي فني أخو أخو مستوى شيء
عادي نقيد ورغنغو أصوص عادي يقدر النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي هنا يا غنيني. ما انت مبررات مثلا تش الإدارة تمغرى باش ما عندو وتش القانون التنظيمية للحركة وفي الحقيقة لم توصل بأي جواب. خلي طورك باش تصفف تاجين قسمي هي الفروع اللي تيري شين الباشا يعني شين حدو يسين شي تفضل اسم طورك ولكن وسمتي شين شي الجواب عمر وغازن هو الجواب وغير مستحيل الدولة أي دولة أتعترف بأن غسل مشكل قد دولة قبل أن تعترف الجماعية يعني تعترف بأن البطالة اقتراس وبالتالي تيريمو البارة تزول الحلول الواء يمكن تفكير مي قرن وقنا نعترف مثل الجمعية ونش قابي أن الاعتراف ضوري قتني إيه فعلا تنظر نخلص لأن الشق من داخل الجمعية حضاريتي ولكن قا أن الشرعية تيش في الميدان وثانتين من واكس بعيد زي 91 إلى حدود 2012 يعني ديجن الوقت اللي ما تنكاش ينجم أنا نكسر ذلك الشرعية المعنية اللي ممكن علينا بالنقطة يعني تبقى كم فوتت يعني ممكن يعني عدم اعتراف الدولة في جمعية الوطنية لحمين الشهادة المعطلين إذن حاجة ممكن ما حن تصغلط لا سيستاتيستيكاس يعني الإحصائيات المعطلين الحقيقيين بالمغرب يعني ممكن الدولة تصارح بأن غاسج النسبة المعطلين بالمغرب خارجين جامعات من المعاهد من أي معطل بصفة عامة ولكن نرى أذير الخصوص نجم جمعية يعني فأكيد أن بين يجن اختلاف يجن مبيان يعني مختلف بجاء النمر فقه الدولة بالنمر الحقيقي المعطل بالمغرب أكيد نشني أول حاجة الإحصائيات النفقة مش غير قيل مجال البطالة الإحصائيات المغرب قاعدين انت ما راك نقول الميدان اجي غادي نشوف من الارقام اللي بيني في الفصل الى نقص البطاله ديال المغرب ما المؤشرات ما تعتمدن قال بس تجي مؤشرات خصك تمثيلا اتضم الى الجمعيه ايضا الاطر المجموعات يوما بعد يوم اربط تضمس المجموعات عدد المجموعات الاطر لا تعد ولا تحصى المجموعات المجازين لا تعد ولا تحصى تقنيا أصحاب الباك كل يوم تعد المجموعة ولكن في المقابل تصريح رسمي قرك انخفاض معدل البطالة بنسبة يتشد النسب لو إعلام ليس متفهم مش نشكك في الرواية الرسمية بصريح العبارة ونلقى أن المعدل البطالة وتغير مشي بالرقم بقدر ما يحتاج إلى إجابة علمية تريق الميدان هذه المشاريع اللي ممكن يدخل من عباد الله ومن يقع المشاريع في السواشي في القريمان خين حاج البطالة المقننة الدروس المحو الأمية سوايا إضافية نزلوا برامج اللي ممكن تحافظ الإنسانية للإنسان ذو الكرامين أول حاجة أتوفر الدخل اللي على الأقل أذيري الحد الأدنى للأجور أما نتعرف البطالة بجديتيني معدل انخفاض توافق شيا وتمينو والدليل قال أسطع دليل من أن هذه الدورة غير الشارع من البرلمان أضم عدد إيناي إيوزان إذا اقتنع عن سن النظام باش تنتزع عن سن حق نسن أما اللي في ميساع في شي الحاض نغل إمكانية نسن وسن محشي فعدد كبير بأشواط تنقذو ذرين ذيني وذا الخضام الهجرة ذيني وذا الخضام الغرب وصن مسكن موسم قير وصن الحورة ذيني وذا نعيش النفسية سبيطارة في النغمان مجموعة يوذا مجموعة الحالات يعني قا وانت ذي الإجابة في الأرقام يتشن كي جدو لايا للأسف واقع حنا المجتمع أن أبصغي جن تمينوت نعني مينوت جن استراحة موسيقية شدنا قمنا تمر الحوار الشيقة كيدا شكرا الله يديك وخير كبير وامي ذمي نور ساورينو يروح ويظهر يمشو من السعدين
بحلق المواطيني أغر وسط وامن فرتدر حبابيني شيك زويود سمح حلق المواطيني أغر وسط وامن فرتدر حبابيني أذكري نجيرت أربح هذا غدا وكذ سبور معارض أذكري نجيرت أربح هذا غدا وكذ سبور معارض Te ofrece una amplia gama de servicios para que organices tu viaje a Marruecos desde muchos puntos de España, en avión, ferry o en autocar. También encontrarás grandes precios en alquiler de vehículos y hoteles. Visita nuestra página web viajesgiromar.es. Grandes ofertas, precios irresistibles y todo lo necesario para programar tu viaje a Marruecos. Visita la web viajesgiromar.es. Haz tu compra y reserva online. Estamos en Carrer Mayor 272 Bajos, en Sal, Girona. Nuestro teléfono es el 972-249449 y en Marruecos 0536608402. Viajes Giromar, la mejor elección para tu viaje a Marruecos. Viajesgiromar.es. Estás escuchando Barcelona Radio, una nueva forma de hacer radio. السلام عليكم نقدك مستمعاتنا مستمعينا الحلقة نهارا جارة نعشين من مجدو نزوى الناس في تعاون وسنشين سواريك وتشماسنا حانا فقيري تشانا والخناس محن كأخنا فقطي ورخل فوضع مناضلين مناضلات المجمعية الوطنية لحاملين شهادة المعطلين اني مشنا كذلك تنتمى لأحد المطالب من حركة 20 فبراير دي المغرب توغان نصور خل بطلة بما أن حميش المعطلين في الهدف هو هي البطلة بما أن الحلقة مغارين نصور في حنان نحن الحركة الوطنية لحاملي شهادة المعطلين أنا مشى نغاس كمناضلة دي الحركة بالنسبة للحضور انتظارين الجمعية الوطنية انهاش تفيري ومع وانزقنا انزقنا بيقدر الحضور نسوي ومرنزد الاسم هي مجموعة حوايج أولها هو نسبة الزواج تنقص أول حاجة ثاني حاجة المستوى الاقتصادي الدخل الفردي مثلا كل أسرة يجي الوقت اللي جاي مثلا يجي مثلا الأب يتعور كناس روخ الوضع الاقتصادي المغارين يجز ناس وانا نخدم من عادي زواج هذي جن يمكن المغارين لأن عددهم كبير قبل ما يروا وطنية كنت رئيسة من فورو عقنت كلمة كتيبة كنت جي على المستوى الوطني عقنت كلمة التنفيذي يعني كل أجهزة يمكن هذا المشكلة جنوا أنا مشي متروح كل جمعية الوطنية ولله الحمد نساء ناقنت جي كل المراكز على مستوى مكاتب الفورو على المستوى الوطني وقاغ وانتي الأول حاجة يسد ذي الوعي الزيك سنت ضرورة النظام من أجل تحصيل الحق سنك تشريد وأكيد يسد عود النتيجة للمجموعة نحويج اني خنتي تقبل لي هي الظروف الاقتصادية بالأساس بعيد وكي شي مرأي
سؤالها لان ما مش نسن في في مجتمعنا في المغرب في اعرف بالخصوص ما يستوى مثلا في ما الموضوع تجا انا غتودي يعني نجي المجتمع نوعي يعني صغير انت بالفغوارة مثلا ما تفهمش في كاسان صغير يعني المجتمع مارا الحوايج مبارا يخصوصي تنتكيف انت فمعات يعني سيوك مثلا دي الجمعية الوطنية اور الناس لوني معيز نفس القيمة باش هذه راه منصفه زعما كاين جيش من الوقت الى الجمعيه ذاك الصغير يا جازن ولكن بقى مؤخرا وزمت تمشي للفرع وسجين تمشي للمناضلات وسجين تمشي للمعطلات واكيد بقى نشنين بقى خصو تيدي شي التواجد كمي وفقط بقدر ما خصها ديري نوعي وما راه نخزى كلشي من الفروع اكيد صوت النغيطاض ولله الحمد قاضي معطلات كانت الكريمة المعطلات كانت الشعارات المعطلات حطمت المجالات الوطنية الدفاع عن الفرع في الفرع عن سنت المقترحات سنت وبالنسبة يا ريف ما ردو تيد الخسيمة النظر اللي فعلا عاد غنغ شويتي الفكر الذكوري نغ مغسانيني عاد نبقى النظام حكر خذ الرجال ولكن المقابل من أيام مخنزة يوميا انظرت يعني الممارسة اليومية نشكر ان المناضلات النظيري فيين بالخصوص انهم قدرن تكسر الطابو دي اول حاجه هو الخروج من تنزيل الدفاع الجمعيه فدي اول حاجه يعني اول خطوه كانت وقبل الممارسه اليوميه كلها نزارت زعما المعطلات الريفيات زعما تحياتي دي كل زعما تحيه ظلمين برواني في نصف السيوج تحيه عاليه ميجي لا على المستوى المالي لا على مستوى التدبير الاشكال ديال المعتصمات لا على مستوى ما هو اشعاعي لا على مستوى التنسيق ديال الاطارات المغني قالوا زعما شي لان شنو ديال الجمعيه مثلا الجمعيه الوطنيه نخدم سموها فقط المهم في الانشطه مثلا كاينين مثلا اللجنه الماليه اللجنه اللوجيستيك اللجنه اللجان قاع زعما الحضور المعطله خصوصا ديال المنطقه نظير اللي التنسيق الاقليمي ناريف وراء الناظور ولا الدريوش تيش مزاقنا على مثلا لا على مستوى الكم ولا النوع زعما الخطوه يا نحقق ذاك السيج الشوط باقرا يحسب للنساء بمناضلات اريف الحمد لله على اي حال يعني ممكن اني نجم نسبه مئويه قرابه 50% ممكن انا من اختار 50% وهذا الواقع هذا الفرع الحسينه الفرع الحسينه هذا الفرع مزوان هذا الفرع الناظور ذاك اكبر ذاك يمكن النساء ديال المعطرين ديال الفروع ولكن يتغيما بني بوعياش بني عبد الله بني حذيفه ذاك شويتي غاس المعطلة فعلا ولكن وشي 50 جنيه اذا انت عاوز تغيما عاوز الخصوصيه لكل منطقه منطقه ولكن مع ذلك نبقى ان ما لا نفيد نسير تنسيقه من يكمل انا المعطلة يمكن حتى 50 جنيه سنتي حاسني نفس وطات لان اخمي غفير يجي من المساومة يعني نحاس تساوى دي الحقوق نازوغة يعني طمغة دوية زازون كيف الحقوق نسن دي بعلا اكيد منوني اذي يعني غزت و اذي ضغية اضاو مريا يزن اختبي اذياتو خل حق النسوني طمغة يمكن اذي عطا ولكن مريا نيت نازون خل حق كل جنيه السخن النساء اذو اللي عن 12 غزت من بعد ما خميتري عايز وهي ذوق الحق ثاني مودانا فدي يجو صريف يعني يمكن الفكرة وزمتت شو سار حق ليشان ولكن ميت وراء يعني مرأي ذن يا ذوق الحق ثاني مودانا يمكن رأي عطا ولكن مرأي كوري جنيا ذوق الحق الناس سنيت سنمونن فممكن أظن ضغية فكرية النغم مرأة سمح ذي دي تفغ الولا الأولي لاحظة غير عيشو شخصي قامة صباح دائما المستمعين
سنين مختن بان اش تعجب الجانب الانساني ضحى شي حاجه شي حاجه قد واخر الجانب الانساني. 10 سنين ربما 10 سنين 15 سنه باش تري ذوك سنت غنغي الثقافه النغي المجتمع النغطي اللي تشارك اقوغز دي سن وكثم تصغوي خر حقي ناس تيني لانت بصوت عالي هذا مونكا قي ميد زارت المونكا قي المجتمع النغ ذكوري مخرج ذكاد وش مثلا فكرية قبل اللحظات المجتمع ذكوري نخصني غنكا هذا الواقع مختعيش ذا حنان مختعيش ذا انطلاقا زقي العائله ينام ربما الجيران المجتمع ككل نسن بان ضمغ ثقي المجتمع غاسيجن الفضاء ذق وضاد الفضاء العمومي باش تفا باراغ تيني ورينا تظهاق الفضاء الرجولي بامتياز غير الريف. بالنسبه من السيره بشويه التجربه يمكن ياك من داخل نصف اللي معاوي مين اللي هو مهم بالنسبة لي هو الطريقة التربية الوالدين ما هي مش الوالدين واش غراني غغرين شيء قدر ما يتهمنا الطريقة ما يزيش ربها الوالدين هيش زعما من حسن حظي غيجن الوالدة يمكن علينا مناضلة بالفطرة وستيت هي عاليا عاليا لأن رجعت نظر لقى الجمعية الوطنية تنقلز مثلا الفروع النظمي إما قى المعارك إما قى التضامن نغل أنت مثلا باش تحظى أي مزور نغل نبعياش نغل شين حاجات أكيد تحتاج الناحية المادية نشقى زعما من ناحية ثنتين هي الوالدين عاليا ان عم سمعت شي سي ذقرخ في الجانبه وانيتي بالعكس يمكن روحاني شتي فوق 5 سنين في الجمعيه الوطنيه عم سمعت على شي شكلو بحضرشي وطنيا اقليميا جهويا محليا قاز ما وفري كل الشروط بالعكس يمكن غي وتما تعرض الا قشم توسن لا مع العلم ان يعني النفس الجنسي المفروض غادي يعاون انت في تقذن قرا الا غاش موفين اش معزان اش معزمان تحضر حاز لا وتكشي الماني ولكن الوالدين وقعوا في جيت السن من تك جيت الزهر حقين بالعكس قسنا في المعطلين ما مرمي تسرق الشان عمور من شين حاجة قرية ما راح نجي شين حاجة فينا انت دفن قل لجنة الصحة مرارا وتكرارا صغيد الدواء صغيد لان انا لجنة الصحة متواضعة ميزين تتقابل كل ولد انا لجنة مكان الدواء مكان الاسعافات الاولية قال مع الوالدين وعاوني الزف جمانية في المقابل الجيران اكيد مرمينا الدم يخزن دهين ولكن يمكن طريقة التعامل وكيزان مرمي حدا جنيكي شين حاجة تانية تبدي وكيزان قالوا واي والمشكل زعما كيما اني غير كامل الحريه الكامل خصو تنظره والوالدين ينو ورا يعني بالمحيط القريب مني يسن بان الزو يعني شي حاجه معقوله يعني در حقينو ماشي نطفو باش انا نستعوها يعني نسو شي حاجه قاط يعني الدعم غير المفروض كل شيء غير المشكلة شويتي بوتما ولكن غير ما المشكلة المانا غيمية وقع الكلمة الحوار النوم بعد الفاصل الموسيقي كما قدر أنتو أنحي وليد النمارة في مغارين نارس أديرين في الفكرة وخايج من فكرة مني تغطاسة يمكن عقل نسن غدا داخل المشابران نمش مجتمع نسن نتكورة ولكن ينتي تحور في سين دي جن أس أخص قتيج المجهود مغني الحالي محمد أذا المخرح خمسن اتنا قبل نكمل الحوار الشيق تعود غاص مرة ثانية كيد محنن أواني الفاصلة الموسيقية
Aquí Barcelona Radio, tu emisora online desde el corazón del Mediterráneo. Barcelona Radio, la radio de la interculturalidad y la diversidad. Tu radio. يو زارك الحيرة تنصد الإذاعة ندوخي تسنيثن عييتي من إذاعة اللي ما كيتسنتوش لك تسنط معنا بارشيلونا الراديو راديو اللي كتسنط لك راديو ديال التنوع الثقافي من قلب كاتالونيا الروح المتوسط بارشيلونا الراديو بارشيلونا الراديو مساء الخير سيدي الحسيمة ثورنا الأوضاع الجمعية الوطنية لحاملي الشباب المعطلين سيما مش تورنتا فمغاس نضال في الميدانة تغيس سيد رشيد خمش تعيش نتاس نوع النضال فمغاس نستور بأننا نلقى بأن يعني مش نحس مارا وانت شخصيا وغاس المشكل غاس معاونة في قماس تعاونية في الوليد الناس ذني اعتراض في حد في فاميليا الناس في النفس الجنس الناس ولكن مش من الزو تسقسي ذني تاني وحنا يعني خمي يعني وخاطي مغارين نتفتري غاس يعني ومن الفكرة النضال أزنت حق نسند أزنت المشروع حياة نسند بأي حاجة نضال نتخذ ولكن خمي يخصص صند ديشان المتيران يشو ديشان التظاهران ديشان غبارة وتفرنشيس نسبة مثلا مرا مثلا ديجيشان موسيقية رئيس مثلا 18 يعني نجم نمره 120 ممكن يتحد حالا اي حاجة لان شو ما قاش ندير ميدان ممكن اني نلقي انا تصغي جنت 2 دمية نقرة دمية غبارة غا الشارع الصغوين مش السوال الحركة الاحتجاجية كمرني السوال في التنسيق الاقليمي الحسينة لا ببارة خمي تفرنت غال الشارع مثلا خمي تفرج الحركة يعني اما دولارياني احتجاجياني داخل 20 فبراير بالجمعية الوطنية ايه ذني نستورخ الارقام مختلفة مالا نسدنسي الجمعية الوطنية باش زعما غير صريحة ذني المعطلات بنتين قرانين الارقام بنتين قرانين بزاف كارت كدخل وعاو ماشي كل فرع كل شيء الفرع الحسيني يمكن الفرع اللي دي قرب شويتير مزين سنزين لان عام استوى في المنطقه اللي ناريف بالخصوصيه بالمحافظه ولكن من ميد انت مثلا 20 فبراير يعني مثلا الاطارات المبني تسجل يجي نقص زعما الحضور النسوي وبنايا مزارف يعني فين كحد ولكن غاس اسباد لان راح مش نيجي تفون مثلا دي ضد معطلان يعني قرس مثلا الوالدين يسقف از وراح مثلا نظم الله قيق الجمعيه الوطنيه ماشي مشكل ولكن كي 20 فبراير غانا مشكل ما ماشي المشكل ماشي كي 20 فبراير كاطار نفتح حركه بالعكس ولكن من يوقعني الشهداء ان الخمسه
وانت هي شهداء النين 20 فبراير بالمناسبة، كافة شهداء الشعب المغربي، حركة تلاميذية طلابية، الحركة الجمعية، شهداء الشعب المغربي صفة عامة. قا من يوقعن إجا الوالدين مثلا تقدن شوية تخي السفن أنها ممكن يقارك السيناريو اللي تكرر دي الدولية غاز عادي دواء ميجن انت شويتي النقص يعني الحضور النسوي، وتأكدوا بأن الغياب انت ماشي لأسباب ذاتية بقدر ما هي نتاج ظروف معينة قد تعيشي في المحيطين دواء اللي ممكن بينهم هذا عن الغياب. المشكلة من مين انت زد المايدة مثلا انت تشخيص انت في كل شيء بمغارين وعيت في المشاكل من الجاز وعيت بأن الاحتجاج هو الطريقة انت تزع انت الحق انت فعلا، ولكن مرمي تس مثلا قل ميدان تفضل غياب انت يعني بشكل واضح ما غاق قرأت قتقية قيد الدار قوما بايديزا قامنا مي يعني فينا الأسباب اللي نسميه انت كل شيء يعني منوينا زوق نأكد يعني الوعي الوعي يعني أنا أقصد إني موجود يعني بالاحتجاج يعني ممكن أني يعني من دي تسن قوزيس الوعي غاص غاص مغاص الحاضرة دي الخو المناظرة دي دراسة دي ثانوية يعني غير جامعة يعني غير أي جمعية وطنية مي تازو أتحتاج ممكن أني تبدا العائلات تبدا فاميليا الناس مي يزن ممكن مي يمكن عاد وقت نشر وعي مي غاد غنتاس بأن هاد واجه مثلا يمدو كاس مي يزن سنين وقت ني طماطينون يا غرو تمان يا غي تي قاس فقط تحتاج نهارا لقيت الإضراب ني لقيت الاحتجاجية ني لقيت الوقفة حق ايه وكيم تختلف خيوش بفكرية لوني تسبب قا ان خلي ميزي خذ بوش في تيجي الجمعية ثني خدم تيجي الأمية يعني قل على القراوي تيجي تشخيص خلي ليش نمغاف مخضي قال مستوى ينس ما يتضخص بأن الاحتجاج هو في طريقة طول ما يضخص اكتش في انتد مرة بحس بيطا وخا الغراني هو الغريشي السن بأن الرشوة اقتليني لأن تقفيلة تفيد جسم فلان يرسين ذا سمليح ذا تفن تبعات إيجان اكتشف بان الخلل في السبيطاني يخسر في الدفع صح مثلا الاداره تكشيش الشهاده نفس الشيء تفن عدى فران عدى فران انت تكفيله اكتشف ما على لي شوف قرصي لا المشكله خصها نظره جي جي مثلا المعطلات اغلبيه المعطلات المعطلين دي تسنى الجمعيه تيري الساعه 6 7 8 اللي كونكور الساعه المباريات حتى وني يحشر اكتشفت بان وين نشحن يوزانو تيسن شيخ ليا الساعه ديال الامتحانات مين انا لي جيت مفران زوج مس مفران تس مفران اخت قال حزبه كوانيتين تعنايا ديوانيتين وما سن ذكرنا الحزب صافي يعني من كثرت ما درافي صافي لي مغاري قتان عند بان النظام بغيب خر حق نتم انت غير نشحن ولكن بالمقابل عاد من الاكراهات لان النظام سلبي طالني تعيش يعني عاد تحقق شيء نفقا يعني وتويش شيء اللي مدخول مثلا اللي ممكن نزل تحقق مثلا الاستقرار ناس نغني استقرارية المالية عاني تحكم خصومات لأنه يتخذف خذ يتصرف خذ عاني تحكم خصومات لأنه يتصرف خذ عاد خارس عاد عزيز عاد كزينس وخا غنغنى ماليج غير قل جمعية الوطنية غنغني ساء تبغاري يكزن غنغ حوامل غانغ زارغ غانغ معطلات بعدا يجينا المعطلات انت شي زاك سنت المثل يا كاز نسنت ويز نزيد حتى شكل ما راح نجي نمشي نحج ملي توقع المعارك وطنية ابراهيم الفسيمة صافا انا كيف سن مخكينة عمل ماشي نزيد نمشي نحج غاصن زعما بالمثال نقاسي على انت عمي مشي ولكن غانغ الحالات قمة التفاهم هكذا مغاري نسمي هكذا في تمثل وفي المقابل شريحة كبيرة غان معطلات تسنتي بلا رخبة الوالدين نسنت مني لأن عاد نستوى لأن مجتمع ذكوري بامتياز عاد نستوى خلي استقلالية المادية اللي طعيا يجن الدور والقران جي تحرر النساء خلي جي أبسط حاجة هو تعبر خر حقي نسمي هاتيني الله وما هذا منكر مرة يعني أنا أذكر غايش نتمقيت أني تمقرا أخمي سنية غانيني سنبتات في المرة من القاخر نبتات نطوات
هي الأمية للحالة الاقتصادية في مصر، يعني سيد بين تف يعني هانديكاب بين أنت في المشكل حقيقي، يعني ممكن نري مرة من توقع عند مال الأمية بالحالة الأمية غيودا، يعني أمواج أم ثمغة ثمغة كتاس كايزن إربدة نير الحالة الاقتصادية أنت في مشكلة في مصروف ماذا مش لفن مش غاي مش غاي حكمن أكيد الصراع قائم قائم على ما هو اقتصادي التاريخ يمكن يتكرر غير يتعاود من غير تستمر بالحلقية قار نيش تصرف غير العشين كوفيسين ونشي اللي تحكامن الواد المشكلة غنق المغرب شنو غنقشين مشكلة الموارد شنو ماشي دولة فقيرة شنو الدولة نغط المشكلة الأزمة التدبير بمي غاي المناصب موظم تفرق نشيخ ولاد الشعب كمرن تيشن تمي مثل فران يجي اسم فران دواء هاي المشكلة مثلا من يوقع نجيب نيبو عياش من يوقع مثلا نجيبو كيضان نيرقي سيدي إيفني نيرقي سلانة قل مغرب ايش تعم في مدينة قاطع فانين غير رؤساء الجماعة هذي وانا يتم يتباحن واش ألف واحد يتجن على خطأ ثلاثة غاب عيتجن على صواب مش قال غنى الأزمة الأزمة التدبير قل مغرب كمان لو كان غنى شوية تيو ذا الواعيين من مين السوارخ الأمية وجي شين السوارخ الأمية الشوايد واه شين السوارخ اللي الأمية يعني اللي تحكى من قد ما فغانيتين غسني جل المشكلة غافقرة اللي هي الأمية التدبير عقلنا الصراع غير المشاكل المانع اللي ممكن لنا كذلك الأزمة تصير التدبير لأي ضمات مرة وزيست ممكن أن يودان ني قادرين خلنا إليا وخطر بين الموارد من معنى طبيعية ني بشرية ني من معنى الموارد بصف كل شيء مواحين سن مروا نسينا تنسية أظن تنضبع كل حاجة تنكم شنس ندقيج نورغورني وخاص وتفغان وصق فوس ونزم أبو أخاص نحكم يعني مرة مرة تنخفني بعياش مثلا إني مثلا يوقع عندي إمزور نسراخش ويجنوش مثلا في سيدني بو كده نادية جيج الحلقة تعيدها وانا يسمي يعيدون سيورا نضخ يعني سيميني وقع عندي النيل ما مش تعيش من النيل الأسرة النص لا إلى نصف النيل جيران مرة في سيورا نضخ أور نس نين شكاري يعني بذي إن كل شيء منو نضغط لنا إذن ترتيما واني إذن برنامج الإذاعة تلفزيون مغربي السيور دي خصص 20 دقيقة 20 مينوت السيور نضرب على نيودان مي تغين يعني أكيد وريجن زيتم ما تغى يحظى بما أنه يوقع عندي دي بني معياش دي بني مزوران يغطي دي بني بوكيدان باش نفهم ملي وقع عندي بني بوعياش ناقي بوكيدان ناقي نزول اول حاجه نسولخ بني بوعياش بني بوعياش ست شهور يودان اقنع تصمن قل مكتب وانا ما يتخدس نامن وست شهور ما قادرش شكا النظام اني غير مخزن اني غير رئيس الجماعه اتصمن راح يوريك بني سنتيني مشكو بيوغن تومني لسنقا قطع الطريق الرئيسيه المعتصم مني يكنها ما يومين يتوكس يودان إذا هذا الرسالة أي واحد يحفظ شيء ويسوى شيء زي الموقع اللي فوقها يختار له يحفظ يعين نشقى لحدود الساعة قوة الغازات الميميزي وشان يودان روخ أريا سبيطا كو شيء الكل كو شيء لك سندو سور زائد يودان دايس الحساسية دايس سندو مخمازاق نجي سبيطا روخ روخ سمقيني الغازات مني أصلا تعفاني وعاد وستانا نقص الغازات يعني اسمك التاريخ الصلاحية قال 2009 بمعنى المشكل اطبع مرات قاغ بأن المقارنة القمعية عم فتوش النتيجة جي موكيدان جي مزان جي بنيبو عياش جي الحوتينة جي سيدي إفني جي سلاك جي قنيترا قاربط ماني ما جي العالمي كمان عمود وتجيبو ذا الحل زي ما يجيش الحوار والحوار اللي يجي دي مسؤول عم فانو غزباز لأن المواطنين أنا سريع سيجوا وين سمعين ذي رجاء خن شكها الصغب ولكن يتظاهرها نعم من المشكلة يتعود ذي يتعود وش ودي شيء ضرب صبيح في الدولة ثنتين القرن 21 كنا قرفة إنه في طش من العادي الطلب في الوضع الحريق قرق عذري في الماء ماشي ضرب صبيح في إني ضمانيتين
أكيد وكما يعني جن عار دي دير وقتها مثلا في جنة المريض ذو أمنا تنسو نغلي السيق تاوس وغان غان جيبني بعياش أكثر من يمكن شي نتراها مع الولايات الجامعية إن رئيس البلد يبني بعياش بني بعياش وفي جي السوق غاتن السوق العصور الوسطى مع احتراماتي للسكينة وغاتن بريزن غاتن المدارس غاسم ديني اثنين ثانويات الثانويات ني توقع عليك سن المشاكل وصير بشحالي أنه يبغن بزاف التلاميذ بزاف وسبيطار غاسم إيجن مستوف ذاك كوح وشي يظن يوضي بيقور معا سويعدي تتقور يضع بمعنى مرا غنظم غسطارو جي تتمس مرا غن الجاري يحمي غنشين الحالة مستعصية جي تتمس لأن زيبني بوعيش الحسينة بيبني 20-25 دقيقة ويشني تسل الوقاية المدنية المغربة تدي التليفون وشمدي الجواب الشيء حتى ما لا يجاوبي شمد راجع يجوز قلت ساعات نعت ساعات ما سدي تاري أبريد قاع محفر مريوثد 2 مليمتر منزع يبريون نتفل مصغر كسر غيث أرجع قررت قيث صدر نبني بوعياش فهمت؟ جيبو كيدان مليو قان بوكيدان معروفة الحارة كانت تجارية معروفة يبني المنطقة ودقنوان وغاسمين شوية جنين مترو ذيني بوكيدان قيث صدر تنمي التجارة تقن ذيني المطاعم معروفة بوكيدان اسمي ستاد بنسن جي القلب الاقتصاد مثلا شفنا سماكسون وفيديوها ثقل بالعلالي اعزانات الخوفات سين الخوفات تما استهداف الانسان جي القوتين في اليومي ترزان شنيشان الدولة وكتجي البديل وكتخدم شي وش تعاون شي وكتجي الحلول ولكن ترزان من غاي يولا نشأت انتباه براتي خسارات نوعها توعا كل شيء وعن المسؤولين المنطقة يولا الناري نوحر في الهجرة السيرية نوحر من خضمة في إيروميين في الفوزوانتين نغي وغن نبارا أنش ضمتنا نوحر مالا الوالدين نغلقش من العاملة الشمس من باسبورت قامة نصيرة خدمان نشني وتنتج شيء نشني نغرا نوعها نزرى التجارب إيردان نشني نزرى الخدمة ضمتنا الجمعية الوطنية لا نطالب التشغيل الجماعي فكرة وتشكيل الجمعية الوطنية ولكن من قا أن أي مباراة هذا روش الحصة الجمعية الوطنية وهذا المفهوم منه خصنا نشيل المشاريع عمياء اللي هي مشاريع فعلا صحيحة والقتل لا هذا نعاون من البدء خلينا نخدم شنو تجي بالكسلاني وبالانبطاحيين يغنز بالسالف قال شنو كورنر تعمل غانا الحالة الكتيبة كتيبة لابوتي مضامتين في البلدية لغانا الاتصام في البلدية مضامتين في البلدية يتعيش إعاقة دائمة إذا حصل صروبة عما صديق جنفة لحد الساعة يقول رحيبة غان إجهاب المعطلة جي عامين بجنبي غان غروخة آخر شكل نجاز قالوا إنتي انتظامونك بني بوعياش غان نيل الحوامل يشتن دي العملية روح قيم الشفن ذاك سن تدفن قرص نقا حاملة غبلا غواني السنن تسمع زعما نسرى غوارن ما ينجلو الجبين نسرى غوارن قل أعراض النو قل الشرف النو قل المزيق النو قل الوطنية النو شنو نبقى المغرب وجي نحب المغرب أنه كل شيء وجي من غاية الزيد خانق حد مرمي ما يفو شوري فيها ريطان وفرقين قا انفصاليين شنو نبقى ايش الحاج العلاقة النغي غانغا قد ولاية واش الباسبور ولا كارتوس أغينا أثنار الباسبور نسن أثنار لا كارتوس ولكن في المقابل ما راشني طوند ما صوانيتين انا واش نكافك الحقوق النا وتجي شي عاره قراكي تقسيم المغرب النافع المغرب غير النافع هادوك الرواسه هادوك الصحراوه هادوك ما نعرفش المغرب نيش باش ادسن زقون وزوا ونزو اضرب لا كري ما في عباد الله حتى مين والقطاع الطاكسي من افلت ما يكون كون عن المشاكل مي غادي المهم الحلول الفردية شنو نتاقي شنو القايم حاج المنطقة اللي سينا من بين المناطق القليلة جدا اللي جانو داك الشيء واحد الصناعية شنو نلقى فعلا شنو حاملي شاد تنزلوا الوظيفة العمومية ولكن بقى زوينة بقى أميين قال المنطقة حاملي سواعد وغاسم شي الشواهد قال في 50 غاسم الحل المؤتمر 10 نسيو ناكس المؤتمر الجمعية نسيو حملة السواعد يخصص من الحل ما أخذش شي الواحد الصناعية طيب قرانين أخذ من عباد الله
طاري ان كل اسره عكس ذلك خمسة ستة الافراد ذنين غاتن الشوايد ضبعة وغرين شيء لأن يرخد من حيث ما تسمي خصيف ما تسمي أصغان هي نتي خمس مغاسن الحل لأن هذا المشكل خلي ذي إنه قا يقصى ضروري شين تدبير مقنات إلى مشاكل إيغانا مش نيود جين طلص المستحيل نقاش نحواج ميتاكي زي فيه وزي شيء حنان يعني مرة وعيين بأن المطار الحركة الوطنية لحامي شهدوا المطارين وواجبو إجمو تغيل جاء جردنها إما المواطنين أم قاسم جماعي وإنما الدولة إجمو بلان سنتشن إجمو بلان ما مش تازو تسخني وداني أم قاسم يعني كورة مشان واجبو أتخدم إجمو مشان أمشان نغني الله يعني ترميل في البطالة ميل شمولي مطالب أساسية مطالب من أي واحد يغرى يوض غاش نسين يخسر يخدم يخسر يتشر خيخ في الناس من بعد 44 سنة يخسر أبي يخدم خيخ في الناس أدياوي يغرى من الناس يعني نجد الحوار شيقة كي مشمتنا حنا فوطت نشكاريش مش فوطت نحياش مش فوطت كمان نحيا مارا المناضلات المناضلين الجمعية الوطنية المعطلين حامل الشهادات كذلك الحركة عن 20 فبراير وخاصة النساء اللي نتمنى الوعي اللي ماني منها خمها غمارة غاتي مغارين محن نساهم أنمار دي المسيرية التغيير يبدان دي المغرب بيعرف ان يخصو الطغيم يشدني تانيت من يتقد ذني تانيت ولكن ماذا نفوق الشارع يخصو وانس الحجان ورغ هداف انقيم ذنيا اناني غزات نظر حنان انتوضع كما هنقارو ازوغ كيرم رسيد هنقارو اميني شكرا عفاك كما مراك مستمعين تشيك الموعد في الحلقة دي تلسل ان شاء الله سيمانا الماني شكرا شكرا الزميلة فكرية زعما استغل الفرصة الدقائق واللحظات الأخيرة زكي الحصة كانت نهارا خصو يعدي شي الفرصة زوج غير تحية طمقرنت بزاف في سيس من حنان الفقيري غادي ندير الحسيمه مره ذي حذريين ذي حنجيرين تمغارين ناري في المغرب ني تزرن قرخي ني صغيو نخرحو غزن تصغات نسم مانيما تجاش نضغمات كي المغرب حنا نقا غام صحيت بزاف المجهودين نمد وورينا نمد وقتين من نجي الله يدي شكرا ومارا نشاد هي كل شيء إذا عمل خلونا فيج من بارلي ممكن اليوم صوت النو ويجن الفكرة مش أختم قال هذا اللي سألين المسؤولين في المغرب كمرين وعموز عمص أنا يجمع زقي الزنق سني غنطلب الحق النغ عمص قال مريد جي شي تدبير شامل الميل في البطالة للمشاكل ميك تعيش مني وذا عمص نشني نعقب نجمع نغنقل وقا أن كل ضربة تزدقنا نشني المعطلات بالخصوص مديرات الجنتر مخزن قال أساس ممكن نموزها دورا بالعكس شني كل ضربة تزدقنا نتأمن في القضية أنه نشني اختار المعطلات بأن أبريد نو أثناوي صعب ميزي مخزن رحقنا في ثنوية ونشني كجمعية وطنية يعني 20 فبراير نكلش الإطارة التقدمية نتمر في جوا الحرية بالكرامة بالعدالة الاجتماعية بالمساواة عما يعني أنت نزل خاب عين الحوايج وتهيشكم سرقوت نديثة ذي مغارين مارا المواطنين المواطن المغرب وعند ذي مغارين نعرف وعند بأنه ذي نتجوريث بغا أبريد الخروج أوفو غبارة أتصغيينت خرحق سنت من بين ورنديوسين جي المكلمة نغم صوت نتياكي نغوش مثلا حنان الفقيري زجي الحسيمة إذن نتشكات من جديد نتموتوي غايج نغنيج نفاصل نستارح زاقس من بعد نواصل البث النغ مسحس النغ يعيزن Remember, I am a
إذن من جديد توجه الشكر الجزيل لحنان الفقير غندين الحسيمة كما تشكى كذلك زميلين وفكريا غا برشلونة نشنين توصل نتواصل بريد النغ جرثة حتى 11 غنغ زدات النغ 25 دقيقة غادك سيثيجن باقة موسيقية مختارة زقي الموسيقى نعرف تنصدث مرة أن كنت نواث أن تنث يثران